يسكن السرمدان كذلك ينادونه حضر أمغاب في منزل من طابقين في مدخله حديقة صغيرة، يقدم نموذجا لرب الأسرة المنضبط. لم تكن زوجته ولا أي فرد من العائلة يعلم مكان عمل السرمدان، ولا ينبغي لأحد أن يعلم، فذاك سر من الأسرار. كانت السنوات تمر بذلك الإيقاع المتأرجح والمليء بالمفاجآت التي لم تكن لتسر ليلى. الطفلان لا يفهمان لما يغيب والدهما. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. رمضان، ضابط مخابرات. من العام 76-900 إلى العام 86-900 لم يكن أحد يشك مجرد شك في أن السرمدان، الرجل الأنيق الذي يسكن شارع الإخوة الأزهر في قسنطينة، ضابط في أجهزة الأمن. لا أحد يجرؤ على تحديد مصلحة الأمن التي يعمل لها السرمدان. بعض من جيرانه يتهامسون بأنه من المخابرات. حين يبلغ الحديث ولو همسا هذا المدى، يبدأ المجهول. من يجرؤ على الخوض في هذا العالم المجهول؟ لا أحد إلا من غوى المخاطرة والمجازفة. يسكن السرمدان كذلك ينادونه حضر أمغاب في منزل من طابقين في مدخله حديقة صغيرة. زوجته تعمل ممرضة، لهما ولد في السادسة وبنت في الثامنة من العمر. يقدم رمضان بوزيتون، هو اسمه الكامل، نموذجا لرب الأسرة المنضبط. كل صباح يرى وهو يحمل طفليه في سيارته إلى المدرسة. كل بذلاته خيطت على المقاس، عادة ما تكون ألوانها داكنة. يحدث أن يغيب رمضان بوزيتون عن الأنظار عدة أيام. عائلته تعلم علم اليقين أن الرجل في مهمة، وأثناء غيابه تقود زوجته الطفلين إلى مدرستهما قبل أن تواصل هي إلى عملها. كانت المرأة واسمها ليلى بن طاهر البنت الوحيدة لأسرة ميسورة الحال، وكانت تلك الأسرة لا تخفي افتخارها بصهرها ضابط المخابرات مهاب الجانب. لم تكن زوجته ولا أي فرد من العائلة يعلم مكان عمل السرمدان، ولا ينبغي لأحد أن يعلم، فذاك سر من الأسرار. حتى ليلى لم تجرؤ يوما على سؤال زوجها عن مكان عمله. في البيت، في مكان لا تناله أيدي الأطفال، كان يضع مسدسه. حين كانت ليلى تخلو إلى نفسها، ترى أن المرات التي رافق فيها رمضان أسرته في نزهة أو سفر تعد على رؤوس الأصابع. وكثيرا ما كان يتحجج بسفر مفاجئ ليغير برنامجا كانوا قد وضعوه معا. كانت تتجرع في صمت مرارة تلك اللحظات، تكتم شكواها، تسأل نفسها قبل أن يسألها أي كان: ألست من اخترت الارتباط بالسرمدان؟ كانت السنوات تمر بذلك الإيقاع المتأرجح والمليء بالمفاجآت التي لم تكن لتسر ليلى. الطفلان لا يفهمان لما يغيب والدهما. ذات مرة في العام 86-900 أبلغ رمضان زوجته بأنه سيسافر في مهمة خارج البلاد، وبعد 3 أيام صادفه ابن عم لزوجته في شارع البشير بقادوم في سكيكدا. كان الرجل جمال بن طاهر على متن سيارته. لم يكن قد التقى رمضان منذ سنوات. توقف عنده، نزل ليسلم عليه. كان التوقف ممنوعا في ذلك المكان. وما أن عانق رمضان حتى توقفت بمحاذاتهما سيارة للشرطة. طلب أحد الشرطيين اللذين كان على متنها من صاحب السيارة أن يبعد سيارته من هناك، ولكن جمال لم يكترف لما يقوله الشرطي، اكتفى بنظرة عابرة ثم واصل كلامه مع رمضان. وقد أغاظ تصرفه ذاك ضابط الشرطة الذي نزل من السيارة وتوجه إليه، سأله: هذه سيارتك؟ نعم. ما المشكلة؟ أعطني الأوراق. ما المشكلة؟
لقد أوقفت سيارتك في مكان ممنوع فيه الوقوف. كان رمضان يتابع الحوار بهدوء، وكان جمال ابن عم زوجته ينتظر منه تدخلا يريده حاسما، ولكن رمضان ظل صامتا. هات أوراق السيارة، كرر ضابط الشرطة. لن أعطيك شيئا، وإذا ما تمديت فسوف تندم. تجاوز جمال حد الاستفزاز، تقدم منه ضابط الشرطة وأمسك به وهم باقتياده إلى سيارة الشرطة المتوقفة على بعد أمتار. كان يبدي مقاومة. رأى رمضان الشرطي الآخر وهو يخرج من السيارة لمساعدة الضابط، إذ ذاك قرر التدخل. كان قريبه يحاول الالتفات إليه وكأنه يطالبه بالتدخل. أدرك رمضان ضابط الشرطة واستوقفه. توقف، نظر إليه الضابط مستغربا بلهجة فيها صرامة، كرر: قلت لك توقف. من أنت؟ قال الضابط: أنا العميد رمضان، أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم. ثم ما الذي يعنيك في قضية هذا الرجل؟ لقد خالف قانون المرور وامتنع عن الامتثال وإزاحة سيارته من المكان. أحس رمضان بما عده احتقارا، لم يكن ليقبل أن ترفض أوامره، هو الذي تعلم كل العائلة أنه ضابط مخابرات. أمسك بالضابط وحاول أن يرغمه على إخلاء سبيل ابن عم زوجته. أخرج من جيبه بطاقة مهنية وصار يلوح بها في وجه ضابط شرطة المرور على صراخهما، ثم في لحظة أمسك رمضان بضابط الشرطة وأسقطه أرضا. تفلت قريبه من يد الشرطي ثم أسرع إلى سيارته. لحق به رمضان. لما ركب انطلقت السيارة. كان جمال يحس بنشوة خاصة، لا شك أن أناسا يعرفهم من أهالي سجيجدا تابعوا الذي حدث، سيذكرونه وسوف يعمل له كثيرون ألف حساب. كذلك كان يوسوس لنفسه. لما وصل مسجد الفتح حيث يبدأ شارع ديدوش مراد، قال رمضان لصاحبه: أسرع، يجب الابتعاد عن المكان، لا حاجة لنا لمزيد من التصعيد. قبل أن يبلغ شارع إبراهيم عيزة انعطف جمال بسيارته يسارا ودخل في زنقة زغود يوسف. كانت عجلات السيارة تحدث صفيرا قويا. لم ينتبه جمال إلى ما كان ينتظره في نهاية الزنقة، سيارة الشرطة وقد استوقفت في عرض الزنقة تنتظرهما. لم يكن أمامه من خيار سوى التوقف. كان ثلاثة من رجال الشرطة يشهرون أسلحتهم ويحيطون بالسيارة. قطف جمال من كرسي القيادة وتم إنزال رمضان من السيارة وطلب منه أن يرفع يديه. كان رجلا شرطة يوجهان مسدسيهما إلى جهته. وراءهما ظهر ضابط الشرطة، ذاك الذي أوقعه أرضا. تقدم منه وبدأ يفتشه، ثم وقع على المسدس الذي كان في غمده تحت الإبط الأيسر لرمضان. ما هذا؟ ألا تعرفه؟ قال رمضان بنبرة فيها الكثير من الكبرياء. هو مسدس الخدمة، أنا ضابط. أعذرني، هذا أمر يخصك، ما يهمني أن أعرف سبب التصرفات التي صدرت عنك. أشار إلى أحد أعوانه: أعد للرجل مكانا في السيارة. في مفوضية الشرطة ودون ما انتظار تم تقديمهما إلى رئيس المفوضية. تقدم ضابط شرطة المرور، حكى روايته للذي جرى، ثم تقدم رمضان، قدم لرئيس المركز بطاقة مهنية. دقق النظر في تلك البطاقة ثم وضعها جانبا. قال له: في أي مدينة تعمل أيها العميد؟ أنا حاليا في قسنطينة، ولكني أدعى للقيام بمهام في جهات مختلفة من البلاد. كان رئيس مركز الشرطة يدقق النظر في البطاقة. جيء بأوراق السيارة ووضعت على المكتب، وفجأة قال الرئيس: ولكن يا سيادة العميد، هذه البطاقة التي بين يدي زائفة. ثم رفع بصره إليه: ماذا؟ نعم، البطاقة التي بين يدي زائفة، وهذا المسدس ليس سوى لعبة من بلاستيك، أعترف بأنها متقنة. هل أنت مجنون؟ سنرى من المجنون فينا. أنا لست من المغفلين الذين سهل عليك الاحتيال عليهم. كان جمال يتابع مكبل اليدين الحوار الذي دار بين رئيس مفوضية الشرطة في سكيكدا
وضابط المخابرات المحترم رمضان بوزيتون. بالنسبة إليه فإن الاكتشاف رهيب، ضابط المخابرات ليس سوى نصاب تمكن من إخفاء حقيقته كل تلك السنوات. مكن الاستجواب المعمق الذي أخضع له من كشف عمليات نصب عديدة. لاحظ المحققون أن بوزيتون لم يكن يتخذ له شركاء، وكان يتصيد ضحاياه من بين المطلوبين قضائيا. كانت هيئته تساعد في الإيقاع بهم، يبتزهم ثم يختفي. في قسنطينة في المحيط الذي يتحرك فيه كان رمضان ضابط مخابرات مهاب الجانب، لا أحد يجرؤ على الاقتراب منها. بعد بضعة أسابيع شهدت شاحنة تحمل بمتاع يجري إخراجه من منزل شارع الإخوة الأزهر. بعد ذلك لم يظهر لرمضان أثر في قسنطينة. كان يمضي عقوبة حبسية من عدة سنوات حكم بها عليه في سكيكدا. بعد عام صدر حكم بتطليقه من زوجته، وفطنت عائلة بن طاهر إلى أنها كانت ضحية عملية نصب استمرت سنوات عشر. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن